يعني ان المنتخب المغربي التاهل نسي لا دور موالي حقيقه مباراه تغطخ الاعصاب. تنتمنى انه تيري انا بحسيش نتيجه تمقرنت ولكن للاسف. هنيئا للفريق الامازيغي المغاربي الافريقي ميم اي رادن اخن قدوره وجنبود الصحراء نهارج الفرح تمقرنت ميم اي رادن ابن رديش نحاس تمقرنت والله العظيم يجي الفرح تمقرنت الفريق الامازيغي ميم لا وجود يعني صعوبة اتخذوا ميت. بتمنى للمنتخب المغرب ان احنا نقابلهم في النهائي ان شاء الله. والمغرب ما شاء الله عليها يعني غربها لكم بقى بالصحة والراحة لو تربحونا يعني. بس احنا كعبنا عالي عليكم في افريقيا يعني. بس احنا بنتمنى لهم كل خير يعني. هو يستاهل يستحقهم يعني يستحقوا يوصلوا ياخذوا البطولة يعني ان شاء الله. ونحن نتمنى لهم كل خير ان شاء الله. كنشكر المنتخب المغربي على هذه المقابلة الزوينة. هدف مقابل لا شيء. دازت واحد المقابلة اللي زوينة. المهم الله يعطيهم الصحة وشكرا. تأهلنا بعدا لا اللاعب الجديد صراحة وليد الركراكي عرف شكون يختار باش يحط في المقابلة. صح تبارك الله عليه. وخا انه ربعه ديال المباريات ما يكونش مع اللعابه ولكن كان معهم بالروح ديالو. راجل في مباراه الصباح ان شاء الله نقبري الكاس افريقيا ان شاء الله تري النغ ان شاء الله كفوز ومش طواري النظر بدا ناشط ديما مقابله غد الصباح 11 يعني حرام ديسين الجديده كيسن ديال المستوى واعر بزاف يعني ذو الدار الطاس. ونتمنى ان شاء الله مستقبلا المنتخب المغربي توب 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 احلى المراحل. نهار المنتخب المغربي يتاهل يجيش المقابله تمقرنت ضد زامبيا. نتمنى ياس التوفيق ذي قادم المباريات ان شاء الله. ومبروك خانغ وما مش توارم الاجواء اللي انت في مدينه النظار كل شي فاح. ونتمنى اموات صغير فرحت الغنوي كوبي ان شاء الله. ذابح المغرب وشا كل شي فاح واخا ودي 11 وليد الركراكي كلشي فاح كلشي فاغ. المهم باش نتمنى غول فنغولني الصباح اش نهار فارج غدي قبالون تقني خطار فهمم تقني تسلك شويه واحد زيرو وتحري اخشش انت ثلاثه يا بعث فهمم. المباراه كانت في المستوى واللاعبيه قدموا اداء كبير وكنشكروا وليد الركراكي رغم الغياب ديالو. كنظن نتمنى انه يكون حاضر في المباراه المقبله. وايضا اللاعبين اللي تجربوا تحت لهم الفرصه اليوم مثل السيباري قدموا مباراه كبيره. وايضا تيسوداني رغم بعض الضياعات اللي ضيع ولكن ماشي مشكل. وكنشكروا ان زياج انه يكون في المباراه المقبله وان شاء الله الكاس افريقيا للمغرب. ممش تورام وانا فرحه تمقرنت الجماهير الرياضية النظورية ذي الشارع محمد الخامس الفرحة يثسد واني ما يحقق المنتخب الوطني المغربي الصعود التأهل غدور الثاني كمتصدر للمجموعة السادسة السبعة تنقيذين. طبعا التأهل هو يسد عن جدارة واستحقاق. طبعا المنتخب الوطني المغربي قدار مزوارو ذي الدور الثاني نشين انترجى التصدي المنتخبة انترجى ان شاء الله نعذو غزاف نوض ان شاء الله غلافينار ولما لا ونتعقب سركسة كأس الإفريقية غالمغرب. وأظن تاض الفرصة المناسبة باش المغرب هذه توج كأس إفريقيا للأمم وكل المعطيات ان شاء الله قاين تذين باش نحقق الحلم وانيت. هذه المقابلة كان مباراة مزيان متواسطة بين فريق زامبيا فريق اللي ماشي شي فارق كبير بحال لعبنا في كاس العالم. كنشوفوا الدراري اللي دخلوا الدراري الجدادين تبارك الله سيباري كان كعطا في وسط الميدان حلول هجوميه اللي زوينه. مي دخل تيسوداني في الشوط الثاني ما كاينش تيسوداني دخل في الشوط الثاني اللي ضيع اخطاء دار اخطاء كبيره بزاف وضيع هجمات كثيره اللي كنشوفوا بلاصه النصيري كاينه في المنتخب في المستقبل. وكنتمنى المنتخب يدير شي حاجه في هذه كاس افريقيا رغم انه غيتلاقى مع مصر ولا المحتمل ديالو يتلاقى مع مصر. اللهم نشوفوا منتخب في المستوى وكنطالبوا باعاده الركراكي للماتشات المقبله ان شاء الله. والكره ديال القاف كان ضعيف ضد وليد الركراكي هادشي اللي كنطالبوا من الكاف. وما يحرم النهار مشتعدوا بارتي ذات هذو الصباح
يلعب نيران مليح، كل شيء مليح ان شاء الله. ان شاء الله كاس افريقيه قطغان خويا سنين ان شاء الله. ايوا انا حيد امرابط مليح الهجوم تغير يحرك حسن زي بارتي ديال عدن، واتمنى غادي مليح ان شاء الله بارتي ديال يوسن يجرب افريقيه. انا قاعد ان شاء الله الربع خطا وخاوزين نبور الكلا كذا احنا غزات ان شاء الله. شنو اختي قادر المنتخب ان شاء الله كل شيء اللي غزات ان شاء الله. نتمنى ديوني الكاس ان شاء الله كاس العالم المغرب ان شاء الله وزيد غيكسب. شنو خاصنا الاجواء الافريقيه الكره الافريقيه ما مشتقا و وزما تنبذ تو مباراة تقصح شويت ومبروك خانا نتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب المغربي. بالنسبه للقرار الاتحاد الافريقي ذي العقوبه اذا سيجاي الناخب الوطني وليد ركراكي، صراحة القرار مشحف. أربعة المباريات اثنين موقوفة التنفيذ. نتمنى إن شاء الله هذه الدارك لأنه سميش أنه الاتحاد المغربي يستأنف. نتمنى إن شاء الله هذه خير.